بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخيرات عن أهل الكسل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. اسمحوا لي أن أرحب بوفد شركة مانجا، المهندس طارق مختار، والمهندس عبد الله فاروق، والمهندس ناصر عساف العتيبي. فأهلا وسهلا بهم في جامعة الحدود الشمالية، وكل كلمات الشكر والتقدير على تلبية هذه الدعوة لا تفيهم حقهم، والشكر كذلك موصول لسعادة الدكتور المهندس عصام بخاري المدير التنفيذي لشركة مانجا التابعة لمؤسسة مسك الخيرية. فأهلا وسهلا بسعادتكم، ويعني سعداء جدا صراحة في لقائكم، ولن أطيل عليكم وأترك المجال للمهندس طارق للتحدث. شكرا لك. يعطيك العافية دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني الحضور، يشرفني إلقاء كلمة بسيطة على الموهوبين، إن شاء الله تجدوها مثرية ومفيدة. كان لي فرصة أن أتكلم مع الموهوبين قبل البدء، أسألهم عن الألعاب اللي لعبوها، طلعاتهم للمحاضرة، وسألوني إيش مادة المحاضرة. فالسؤال كان مناسب للألعاب لأننا تخصصنا إحنا الألعاب، وبالأخص تطوير الألعاب. شركة مانجا اليوم تقدم محاضرة بعنوان تجربة صناعة ألعاب الفيديو في السعودية. فإن شاء الله حنعطيكم صورة أو لمحة خلف الكواليس لما يحدث عند تطوير ألعاب، فإن شاء الله تلاقوها يعني مهمة. شركة مانجا للإنتاج إحدى الشركات التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، اللي هي مسك الخيرية. تخصصنا إحنا محتوى الإبداعي، نحن ننتج أفلام أنيميشن، ننتج أفلام، ننتج قصص مصورة، وأيضا نقدم برامج تدريبية للمتميزين والموهوبين من أنحاء المملكة. سؤال للموهوبين: القصص المصورة إيش المهارات اللي تتطلبها لأنك تنتج قصة مصورة؟ تفضل. يعني قصة نحتاج كاتب، نحتاج رسم حلو، يعني نحتاج رسام، يعني عندنا مهارتين الحين. طيب سؤال ثاني لأحد الأخوة، شكرا لك العافية. الرسوم المتحركة إيش المهارات أو التخصصات اللي نحتاجها عشان ننتج كرتون؟ تفضل. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الله جل جلاله، وروح وريحان وفضل وأنعم. هاتوا البخور وقربوا لي مجمرا، ولنرفع الرايات من فوق الدار. فشبابنا الموهوبون يصوغون الوفا لحنا وإبداعا وفكرا نيرا، حتى غدوا متضربون بجهود سلف من الأرياء ضربا أقصر. طبعا بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نرحب بضيوفنا الأكارم من شركة مانجا. طبعا السؤال اللي أنا تفضلت فيه اللي هو طبعا أهم شيء اللي هو السيناريو، هو هذا أول شيء أبدأ فيه. طيب والمهارات الأخرى لإنتاج كرتون،
قلنا سبقا، قلنا ان قصه بصوره مطبوعه تحتاج رسام، تحتاج كاتب. الان رسمه متحركه ماذا تحتاج؟ اعتقد رسام بلا خلاف وكاتب للسيناريو، لكن الان تحتاج محرك انيميتر، تحتاج ملونين، تحتاج الان اداء صوتي، تحتاج ملحنين، كلهم يجتمعون لإنتاج فيلم متحرك، مسلسل متحرك 20 دقيقة، ساعتين، أيا كان. السؤال الأخير، يعطيك العافية على المقدمة الطيبة والسلام عليكم. لعبة فيديو، إيش المهارات اللي تحتاجها عشان تنتج لعبة فيديو؟ ما في غيرك؟ يعني معقولة كلكم قبل شوية قلتوا لي تلعبوا فورتنايت، ما حد عنده فكرة إيش يخش في صناعة لعبة؟ آه، تفضل. فكرة لعبة. طيب اللعبة سواء جوال سواء كونسول سواء بي سي، تشترك مع القصص المصورة والرسوم المتحركة في أنها تحتاج رسوميات، تحتاج صوتيات، تحتاج فكرة، كتاب. لكن احنا الحين في كلية علوم، هندسة حاسب آلي وبرمجة، الألعاب ما تخش فيها برامج، ما تخش فيها ذكاء اصطناعي، ما تخش فيها تصميم سايكولوجي يجعل اللاعب مثلا يدمن على اللعبة ويدفع عليها فلوس. فأضف إلى ذلك أن الرسوم المتحركة والقصص والأفلام تبدأ تتفرج، تنتهي القصة وسلمتها، اليوم اللي بعده تلعبها مرة ثانية، الفيلم تشغلها وينتهي الفيلم زي ما كان بالأمس. لكن لعبة الفيديو عندك عدة مسارات، عندك عدة نهايات، سعيدة، سيئة، متوسطة، عندك شخصيات يتفاعلوا مع أفعالك في اللعبة وقراراتك في اللعبة، كلها تحتاج دراسة، كلها تحتاج برمجة، كلها تحتاج إعداد. فكميديم وسيط الألعاب أكثر تعقيدا، أكثر احتياجا للمهارات، وأكثر احتياجا، أو خلينا نقول أن السوق يطالب تجيل ألعاب بألعاب أكثر إثارة، أكثر اندماجاً، أكثر تعبيراً وتمكيناً للاعب، على عكس قصة تتفرجها مرة واحدة وانتهت. فالألعاب مع أن للأسف ينظر إليها أنها لعب صغار، لأنها من القطاعات الصعبة جداً وتحتاج إلى مهارات عالية جداً ومتنوعة جداً. مشاريعنا في الأنيميشن والألعاب، أعطيكم نبضة بسيطة إيش مانجا تسوي. أنا سألتكم قبل المحاضرة مين يعرف مانجا؟ جانا إجابات، حجاوبكم دحين إجابة شافية. الصورة واضحة يا شباب؟ أحد شاف الأنمي هذا؟ أحد يتفرج أنمي هنا؟ ما شاء الله تبارك الله. أنمي طبعاً هو رسوم متحركة منتجة في اليابان. إحنا نتشرف في شركة مانجا للإنتاج إننا أنتجنا وأصدرنا وأطلقنا أول أنيميشن سعودي ياباني، وليس فقط عرضت على الجمهور الياباني في إجازة الأسبوع بعد العصر حقهم وقت الذروة. أكثر من 1,600,000 ياباني تفرج على منتج سعودي. هذا قناة واحدة فقط هي تي في طوكيو، أشهر قناة في اليابان، بالإضافة إلى 7 قنوات أخرى. عمل الحطاب ترجم إلى عدة لغات، الإندونيسية، اليابانية طبعاً، الهندية، الصينية. نحن نفتخر أن هذا المنتج السعودي وصل إلى العالمية، ونعتز ونفتخر أنها الأولى على مستوى السعودية، ونعتز ونشكر الدعم اللي وصلنا من مؤسسة محمد بن سلمان مسك الخيرية ومن الحكومة. هذه كانت البداية فقط. الساعة
السنة هذه نعمل على مسلسل كامل في قادم الزمان. أطلقنا التشويقة في شهر إيش كان الشهر؟ فبراير. في فبراير السنة هذه أكثر من 6 مليون مشاهدة تشويقة، أكثر من أعتقد وصل الحين 20 مليون تفاعل مع التشويقة هذه. 13 حلقة تتضمن رسم 2D مخلوط مع 3D بأحدث التقنيات، بشراكة مع أعرق وأشهر وأكبر استوديو ياباني في العالم. اسمحوا لي أن أشارككم مرة ثانية التشويقة. عشر حلقة تتضمن قصص وأساطير من مختلف مناطق الجزيرة العربية، تعكس بدقة عالية عاداتنا، ثقافاتنا، ملبسنا وأكلنا، مصاغة بطريقة يستسيغها الجمهور العالمي. لأننا لا نستهدف فقط أنتم أولياء أمورنا وجدادنا الله يحفظهم، نحن نستهدف العالم. نحن نحاول أن نصدر الثقافة السعودية والعادات السعودية إلى الجمهور العالمي. نحن نحاول أن نحسن صورة ذهنية للسعوديين في العالم. نحن عندنا كنوز، عندنا تراث، عندنا تاريخ وإثر عظيم قل ما يعرف خارج السعودية للأسف، لكننا نعمل الآن على تغيير هذا الوضع ولم نكتفي بذلك. في شهر مارس شهر مايو في فرنسا في مهرجان كان العالمي للأفلام، قمنا بالإعلام عن فيلمنا القادم، فيلم أنيميشن أيضا بالتعاون مع شركة عريقة يابانية، أول فيلم أنيميشن رسوم متحركة سعودي للعالم. من شهر مايو شوهدت تشويقة 5 مليون مرة و10 مليون تفاعل. بفضل الله يوجد فريقين سعوديين في الرياض وفي اليابان يعملون مع الخبراء الأجانب اليابانيين الذين هم الأفضل في مجال الأفلام والموسيقى والرسم والتحريك، لإنتاج أول فيلم أنيميشن سعودي أطلق في مهرجان كان الشهير، وإن شاء الله نستهدف السنة القادمة إطلاق هذا الفيلم في دور السينمات المحلية والعالمية، ونستهدف الجوائز العالمية. الفيلم هذا روعي فيه الجوانب الفنية والقصصية بمعايير عالمية. أحتاج دعواتكم الصادقة ودعمكم لنوصل صوتنا إلى العالم. قبل ما أسلم المايك، احنا في شركة مانجا كلنا سعوديين وسعوديات، ولا واحد منا درس انيميشن، ولا واحد منا درس تصميم العاب، ولا واحد منا درس ارتفيشال انتليجنس خلينا نقول او تصوير كوميكس.
كلنا يجي من خلفية شغف وحب وخدمة للوطن. نحن نحاول الآن أن نقدم للجيل اللاحق الفرص التي لن تتوفر لنا. نحن نبحث عن الموهوبين والمتميزين ونحاول أن نعطيهم فرصة ليكونوا الخط الثاني في إنتاج أو في دعم أو في تطوير قطاع صناعي إبداعي اقتصادي في السعودية. السعودية لها مركز وثقل جيوغرافي اقتصادي ثقافي إسلامي هام جدا. هذا الثقل لن يحصل إلا بسواعد وطنية متجددة صغيرة السن، وإن شاء الله سيعطوا الفرصة التي لم يعطى لنا. نبدأ معكم من البداية، نحتاج دعمكم، نحتاج جدكم. تلعبوا فورتنايت من يوم الثاني ما قلنا شيء، لازم واحد يرفه، بس يعني إن شاء الله تكونوا أنتم من الجيل الموظفين القادمين عندنا. مع هذه أبغى أعطي الكلمة أو الميكروفون إلى الأستاذ ناصر العتيبي. أستاذ ناصر العتيبي أيضا لم يدرس الألعاب وتصميم الألعاب، لكن تشرفت باستضافة مدير العالمي لاستوديوهات سوني بلاي ستيشن سيد يوشيدا، شوهي يوشيدا. أتى إلى السعودية لأن المنطقة العربية منطقة مهمة. أتى ليعرف فين الصناعة في السعودية، مين الموهوبين في السعودية. شوهي يوشيدا، سيد شوهي يوشيدا سما، تحته أكبر استوديوهات التي تنتج الألعاب البليونية. يعرف المواهب العالمية ويعرف أين الذهب. وكان لي الشرف أن السيد شوهي يوشيدا قطع جولته في معرض الألعاب المستقلة ليعطي الأستاذ ناصر العتيبي وقته والبزنس كارد وتوصيات لوكلائه العالميين للاهتمام بمنتج وإبداعات السيد ناصر. إن شاء الله نشاركها في مرحلة قادمة معكم. أما الآن طولت عليكم، أستاذ ناصر تفضل. السلام عليكم، يعطيك العافية مهندس طارق. شرفني جدا مديحك، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنك وعند حسن ظن الجميع. أنا قبل ما أتكلم عن سوق الألعاب السعودي حاب بس أذكر بعض الحقائق العامة حول السوق المحلي هنا، واللي لاحظنا أن كثيرين يجهلونها، والشيء هذا ممكن سبب حالة من عدم الاكتراث لهذا القطاع من صناعة الترفيه. السوق المحلي، السوق السعودي أكبر سوق ألعاب في الشرق الأوسط، أكبر من مصر، أكبر من الأردن، أكبر من الإمارات حتى. القيمة السوقية تقدر بأكثر من 2 مليار ريال سعودي، والشيء هذا يخليه أو يجعل المملكة العربية السعودية ضمن أقوى 20 دولة في العالم فيما يتعلق بعوائد ألعاب الفيديو. أكثر من كذا، سوق الشرق الأوسط بشكل عام هو أكثر الأسواق العالمية نمواً على الإطلاق. نتكلم عن معدل نمو سنة عن سنة يقدر ب 25%، وللمقارنة فقط أمريكا معدل النمو عندهم، أمريكا الشمالية معدل النمو 4%، أوروبا الغربية 5%. أقرب المنافسين اللي هم أمريكا اللاتينية ممكن معدل النمو عندهم لا يتجاوز 13%. سوق الشرق الأوسط كذلك يمتلك حصة تشكل 26% من الحسابات المفعلة في كل دول العالم. كذلك يتوقع هناك تقديرات أن السوق يتضخم لقيمة 9 مليار ريال سعودي خلال 3 أو 4 سنوات القادمة. ولاحظ أن الأرقام هذه فقط الألعاب الجوال، لسه ما تكلمنا عن الكونسولز والكمبيوتر الشخصي.
احنا ممكن تعبناكم شوي مع الارقام لكن صدقوني جدا مهمه. هنا ودي اتكلم عن بعض المصطلحات الدارجه في سوق الالعاب. احنا عندنا نوعيات اللاعبين نقسمها حسب فئات مختلفه، واحده من الفئات هذه تعتمد على كميه المبالغ اللي يدفعونها اللاعبين. في عندنا مثل ما تشوفون هنا الحيتان والدلافين. الحيتان هم نوعية اللاعبين اللي عندهم استعداد يدفعون مبالغ بعشرات الآلاف، الدلافين ممكن نسبة أقل منهم. والفئة هذه معظم عوائد الألعاب بالذات اللي تكون المجانية الفري تو بلاي جاية أرباحها من الفئة هذه من اللاعبين. أنا أبغاكم بس تركزوا معي في الشريحة الجاية لأنها تتكلم بشكل مباشر عنكم أنتم كمستخدمين، لأن اللاعب السعودي ينفق 3 أضعاف اللاعب الغربي، 3 أضعاف، قولوا ما شاء الله. أكثر الألعاب الدارجة هي ألعاب المغامرة والحركة أو الأكشن، ألعاب مثل سبايدر مان، God of War، Legend of Zelda، كلها محبوبة عند اللاعب السعودي. في المقابل أقل الألعاب انتشارا هي ألعاب الألغاز والبطاقات. لكن إذا بنتكلم عن اللعبة الأكثر شعبية فهي بلا منازع فيفا. فيفا من بعد ما أضافت تعليق العربي لأول مرة مع جزء فيفا 12 إذا ما خانتني الذاكرة، زادت مبيعات اللعبة في المنطقة 6 أضعاف. تمام، من فيكم يلعب ببجي هنا؟ إذا كنت من اللي يلعبون ببجي فغالباً لك فضل على مطور اللعبة، لأن 30% من أرباح الشركة جاية من السوق السعودي، من اللاعب السعودي. هنا راح نستعرض لقطات سريعة من صور الاهتمام العالمي بالسوق المحلي، وأبغاكم بس تحطون في عين الاعتبار أن الاهتمام هذا ما جاء من فراغ أبدا. في نهاية المطاف الشركات اللي برا ما راح تدخل السوق هنا إلا إذا كان لها مصلحة فيه. فمثلا عندنا تنسنت، للي ما يعرفها هي شركة ألعاب صينية تعتبر أكبر شركة ألعاب في العالم والمالكة لألعاب مثل باتل رويال، ليج أوف ليجندز، غير أنها كشركة تختص في مجالات أخرى مثل تطبيقات السوشيال ميديا، شبكات بث الأفلام السينمائية. واللي ما تهمنا حاليا في البرزنتيشن هذا، الفكرة هي أن دخول شركة الألعاب الأكثر ربحية في العالم لسوق الشرق الأوسط دلالة على أهميته. كذلك من صور الاهتمام العالمي وجود 120 لعبة مترجمة أو مدبلجة للغة العربية، والقائمة دائما في ازدياد. يعني في السابق كانت الألعاب المترجمة أقرب للعدم من الندرة، يمكن باستثناء جيل صخر، لكن الآن أصبحت متوفرة بشكل كبير نسبيا. أيضا نلاحظ حضور للشركات الدولية المعروفة Ubisoft، Nintendo، Activision، PlayStation، وجميعهم نحصل عندهم ممثلين ومدراء للمحتوى العربي وإدارة مجتمع لاعبين، وكلها في مكاتب محلية، وجميعهم يشاركون في الفعاليات المحلية هنا، يشاركون حفلات إطلاق لألعابهم، وكذلك دعايات ترويجية وإعلانات متلفزة. بحكم موقع السعودية الاستراتيجي اللي جاي بالضبط بين الشرق الياباني والكوري والغرب الأمريكي والأوروبي، صارت بطولات الإي سبورت اللي تقام في السعودية محط اهتمام للعالم أجمع. النتيجة كانت تنظيم أكبر مسابقة تنافسية للعبة تيكن. نتكلم عن المسابقة الأضخم في تاريخ اللعبة. المسابقة أقيمت في بداية السنة في المنطقة الشرقية، وأقيمت على يد شباب سعوديين عندهم شغف كبير في المجال. من مجالات تطوير الألعاب، وهنا ودي أتكلم عن شغلة جدا مهمة، في عدة مجالات ممكن لأي شركة تتخصص فيها،
وممكن المجال هذا ما يكون له أي علاقة مباشرة في تطوير اللعبة. ممكن تكون الشركة مسؤولة عن التعريب واللوكاليزيشن. ممكن تكون الشركة مجالها التسويق والنشر، واللي بالمناسبة من الأشياء الطبيعية جدا في صناعة الألعاب هي مسألة إنك تشوف الشركة مجالها الوحيد هو النشر والتوزيع. ما عمرهم طوروا لعبة، يمكن ما عمرهم كتبوا كود برمجي واحد، ما عمرهم رسموا ولا رسمة حتى، لكن تلقاهم جزء لا يستهان فيه من صناعة ألعاب الفيديو، سواء من ناحية المعرفة العريضة أو الخبرة الطويلة في القطاع. ممكن الشركة تكون مختصة بالتحاليل والأرقام، فيه طلب جدا عالي على الأبحاث اللي تتم على مستقبل السوق وعلى أكثر الألعاب الدارجة وعلى دراسات الجدوى كذلك. أيضا من مجالات صناعة الألعاب إنتاج الموارد. الموارد نقصد فيها أي شيء من شأنه تكوين اللعبة. نتكلم عن الرسومات، معذرة، نتكلم عن الرسومات، عن الصوتيات، عن الأنظمة القواعدية. وعدد كبير جدا من الشركات حول العالم هذا فقط اختصاصها. يعني مثل ما ذكرنا عن شركات النشر، الشركات هذه ما لها لعبة خاصة فيها، لكنها شاركت في تطوير ألعاب يمكن لا تعد ولا تحصى. احنا في مانجا كانت تجربتنا على مستوى أعلى من ذلك، كانت تعاون مباشر مع الشركة اليابانية العريقة SNK، شركة لها حضور في السوق يقدر أو يمتد لأربعين سنة. الشركة هي المصنعة لأجهزة النيو جيو، هي المالكة للسلسلة العريقة The King of Fighters، والتعاون جاء بهدف إضافة شخصية سعودية في اللعبة. التعاون بدأ من مسابقة أطلقناها. فكرة المسابقة كانت تصميم شخصية مقاتلة لإضافتها في الجزء الرابع عشر من سلسلة The King of Fighters. طلبنا من المبدعين والمبدعات في المملكة تصميم شخصية سعودية، كذلك تصميم حلبة قتالية. المشاركات فاقت توقعاتنا بالكامل، وصلنا أكثر من 300 مشاركة، واخترنا فائزتين من السعودية وعمان، الأخوات مشاعر البراك وزينب اللواتي. هذه كانت المشاركة الفائزة للأستاذ مشاعر. راح أتكلم باختصار عن منتج نجد. شخصية نجد هي شخصية مقاتلة، وهي أول شخصية نسائية تضاف في الألعاب، في ألعاب الفيديو بالكامل. أنتجنا التصاميم، حركات القتال، أسلوب الحركة، نمط التفاعل للشخصية، وكذلك الحلبة القتالية. وحابين نستعرض معاكم فيديو للمنتج النهائي. The King of Fighters 14. شخصية نجد تم تحميلها 130 ألف مرة، والتفاعل في السوشيال ميديا كان أكثر من 6 مليون تفاعل. الآن السؤال المهم، هل الفوائد المجنية من العمل مثلا على شخصية نجد أو التعاون مع الشركات اليابانية هل فقط ربحية؟ إحنا يهمنا مرة مفهوم القوة الناعمة.
في عندنا القوة الصلبة اللي تكون مثلا هي العتاد، الأسلحة، الجيوش، ما إلى ذلك. يهمنا القوة الناعمة لأنها راح تصنع أو راح تبني صورة راح تحسن صورة المملكة خارجيا، وراح تفيد في نقل الخبرات والتجارب للسعودية، راح تفتح باب تدريب للكوادر والمواهب الوطنية. برضو ودي أتكلم عن مدى النجاح اللي وصلت لشخصية نجد. لاحظنا أن شخصية نجد كانت من أكثر شخصيتين يتم اختيارهم في البطولات العالمية، لها حضور جدا كثيف في أفضل فرق الرياضات الإلكترونية، وكانت في واجهة 22 محطة دولية من ضمن الدوريات العالمية. مثل ما ذكرت، من ضمن الفوائد هو رفع الوعي العالمي عن السعودية، تغيير الصورة النمطية، تصدير الثقافة، نقل الخبرات والتجارب. ممكن الأهم هو فتح باب تدريب المواهب. من ثمرات التعاون مع SNK كان برنامج تدريبي لمدة 8 أسابيع، ابتعثنا فيه أفضل المطورين في السعودية لغرض دراسة تصميم الشخصيات، تلوينها، رسم التعابير، كذلك تطوير لعبة خلال 8 أسابيع. مثل ما تشوفون هنا كانت النتائج. وعلى ذكر تنمية المواهب، مانجا جدا حريصة على موضوع تطوير الطاقات الإبداعية. كان لنا العديد من البرامج التدريبية خلال السنوات الماضية وإلى الآن، يعني أنا قاعد أتكلم الحين وفي الشباب ما شاء الله خارج البلد مبتعثين يتدربون يطورون مواهبهم. من ضمن البرامج كان برنامج مع سكوير إينكس، بتعثنا 28 مستفيد مع توي أنيميشن مع شركة SNK. كذلك لنا برامج تدريبية ومبادرات شراكات مع الجامعات، ممكن كمثال جامعة ديجيتال هوليوود في الأنيميشن، جامعة طوكيو، جامعة طوكيو للتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك نحرص دائما على تنظيم وإعداد محاضرات دورية. من ضمن المحاضرات كانت محاضرة المخرج أفلام المحقق كونان شيزونو كوبون عن تجربة صناعة الرسوم المتحركة. كذلك استقبلنا قبل ممكن شهرين مدير استوديوهات EA المعروفة جون دين، تكلم عن إنتاج الألعاب. استضفنا الشريك المؤسس لسبارك السيد جيف بيترز، تكلم عن سوق صناعة ألعاب الفيديو العالمي. كذلك كان في محاضرة لمنتج Final Fantasy 14. كل المحاضرات هذه كانت هنا في البلد في السعودية في الرياض تحديدا. كمثال لإحدى المحاضرات، محاضرة المخرج لفاينل فانتسي، استعرض فيه خلف الكواليس لعملية إنتاج اللعبة، وقيم ألعاب المطورين السعوديين. كذلك محاضرة أخرى كانت لمدير استديوهات EA، قدم شرح جدا مفصل عن خطوات إنتاج الألعاب، واستعرض بشكل شامل سوق ألعاب الفيديو العالمي. الآن السؤال المهم بعد هذا كله، إحنا عندنا قطاع وسوق ينمو 25% سنويا، والقطاع هذا محتاج لصناع محتوى، أكبر سوق في المنطقة، لكن استهلاكه يستهلك اللي أنتجه غيره لغيره مش له يعني. فيهمنا مسألة أنه يكون فيه محتوى محلي يقدم للعالم ويعكس صورة مشرفة. الشركات الأجنبية تستهدف السوق المحلي مثل ما استعرضنا، ولأنها تستهدف السوق المحلي هي تحتاج كوادر تفهم المنطقة، ما يفهم المنطقة مثل أبنائها. أنا يمكن أناظر فيكم وأتذكر أتذكر يوم كنت في الصف الثاني ثانوي، أنا بدأت تطوير ألعاب في الصف الثاني الثانوي،
وأشوف للأمانة الفرص المقدمة لكم أنتم كجيل المستقبل تحسدون عليها حقيقة. فأنا أمنيتي أن المحاضرة هذه تكون أو تشكل مصدر إلهام لكم أنكم تكونون يد فعالة في تطوير قطاع صناعة ألعاب الفيديو أو قطاع الترفيه بشكل عام. وأرجو أن أينما حلت الفرصة ما تضيعوها. شكرا لكم. إذا عندكم أسئلة أو شيء إحنا جدا سعداء بالإجابة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للمحاضرين في هذا اليوم. صراحة يعني حقائق مذهلة ويعني نتائج صراحة نسعد بها جميعا، تخدم هذا البلد بشكل كبير جدا. يعني باسمي وباسم أعضاء فريق العمل واسم الزميلات في شطر الطالبات نتقدم لكم بجزيل الشكر على هذا الجهد الجبار الذي يعني يتم بسواعد سعودية ولله الحمد. شكرا لكم، ونترك الآن المجال للحوار لمن عنده سؤال فليتفضل. الزميلات في شطر الطالبات إذا في أي سؤال تفضلوا. السلام عليكم. السلام. ماذا تقدم شركة مانجا للمبيت؟ طيب، زي ما شفت في شرائح العرض زي ما تفضل الأستاذ ناصر بذكره، إن السنة الماضية بعثنا 83 طالب وطالبة إلى اليابان في أكبر دور الإنتاج والجامعات العريقة. نتكلم عن الأنيميشن أو التحريك، نتكلم عن الرسم، نتكلم عن التصميم، نتكلم عن البرمجة، نتكلم عن حتى الطاقة المستدامة وصناعة السيارات والعلوم الاقتصادية والطبية. السنة هذه وصلنا إن شاء الله الحمد لله 290 طالب وطالبة مبتعثين إلى اليابان وإلى ماليزيا وإلى بريطانيا، وإن شاء الله في جهات ثانية دولية حنفتح فيها برامج تدريبية. لكن هذا المبتعثين داخليا، إحنا كدور إنتاج الأنيميشن أو الألعاب نعاني من إيجاد المواهب الوطنية ذات الكفاءة لدعمنا للانضمام إلينا لإنتاج ما ننتجه. ما يوجد دليل رقمي ولا ويب سايت يقول لنا في ناس موهوبين في السعودية بالوصفات هذه. للتغلب على هذه المشكلة على سبيل المثال تجربة نجد، أطلقنا مسابقة على مستوى الدول العربية وليس فقط السعودية، نبحث عن من يفوز بتصميم المقاتل أو المقاتلة. لكن الغرض الأساسي خلف هذه المسابقات إننا نطلع على المشاركات التي تبعث إلينا. أكثر من 300 مشاركة، أكثر من 300 مشاركة يعني أكثر من 300 مصمم ومصممة من دول العربية. الآن عندنا قاعدة بيانات، نعرف مين اللي يعرف يرسم، مين اللي يعرف يصمم، مين اللي يعرف يحرك. هذه مسابقة واحدة. برامج سكوير، برامج توي أنيميشن، كلها يعني كم كانت؟ كان عندنا مسابقة لتصميم الألعاب في شهر مارس حوالي 65 لعبة متكاملة تقدمت إلينا، غير سكوير اللي هي بالمئات، غير توي اللي هي 300 400 500 700 مشاركة. 700 مشاركة يعني نقول مجموعهم فوق 1500 سعودي والسعودية، ورونا إيش البورتفوليو حقهم، ورونا إيش الإبداعات حقتهم. الحين إحنا نعرف واختصرنا الوقت أن نوصل لمين المبدعين والمبدعات في السعودية. إذا عندنا برامج مستقبلية، عندنا التدريب، عندنا منتجات، أو عندنا شركات أجنبية بتخش السوق تدور على شركاء تساعدهم في توطين الألعاب العالمية، في تعريبها، في تغيير ملابس، في تغيير نمط أو الثقافة اللي في اللعبة إلى حاجة يستسيغها
اللاعب السعوديين أو اللاعب العرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إحنا نعرف مين هم شركاء اللي نقدر نرشحها للشركات الأجنبية. هذول يحتاجوا تدريب، هذول يحتاجوا رعاية، هذول يحتاجوا اهتمامات. أنتوا الحين في برنامج موهبة، هذه أحد البرامج اللي تعتني بالموهوبين، وإحنا جينا هنا لبينا النداء لأننا إحنا نشوف فيكم المستقبل. فأتمنى أن هذا جاب على سؤالك. كل سنة إحنا نتوسع في عدد البرامج ونتوسع في عدد أو سوري في نوعية البرامج والتخصصات اللي فيها. إحنا نحاول نوسع دائرة المشاركة، إن ما نقصر البرامج على ابتعاث دولية، نحاول نجيب الخبراء والبرامج إلى السعودية. السنة الماضية مصر أطلقت برنامج يوداسيتي، أعتقد دربت فوق 5000 طالب وطالبة أونلاين من الخبراء. نوسع المدارك، نجيب ناس أكثر داخل المجال هذا. بأمانة إحنا لسه في الخطوات الأولى، إحنا نحاول نجتهد قدر الإمكان. لكن أحب أذكر كلمة مخرج فاينل فانتسي 14 سيد يوشي داناوكي، لما جاء إلى الرياض وقدم إلى 300 طالب وطالبة في مدارس المملكة بالرياض. بعد المحاضرة قال لهم شوفوا، أنا مخرج دخل ملايين على الشركة حقتي، أنا لقلبت الشركة من خسرانة إلى شركة عالمية في الأرباح. البرامج التي تقدمها السعودية الآن إلى المواهب اليابانية، الحكومة اليابانية ما توفرها. أنتوا دحين في وضع محسود عليه، احنا نجري وراكم برا، انتوا تجروا ورا الحكومات ورا الاستديوهات. عندكم الحين وضع جدا ممتاز يجب ان يستغل ويستثمر فيه. تابعونا وشوفوا ايش البرامج حتجيكم والمسابقات، لان لسه باقي 5 شهور لنهايه السنه، 5 شهور تونا ما بدينا. نحن كطلاب موهوبين نتساءل ونطلب ونتمنى أن يتم إقامة دورات يعني تساعدنا وتنمينا من هذه الناحية، يعني حتى نستفيد من المستقبل. تتمنى تقديم برامج. طيب كموهوب أنت تستنى الفرصة تجيك ولا تروح تدور الفرص؟ طيب أنتوا الحين طالع للزملاء اللي في أعماري، يوم ما كان عندنا لا إنترنت ولا يوتيوب ولا تلفزيون، حدنا مكتب التهامة أو العبيكان. الحين عندكم، آسف، أنا بدأت أتعلم 3D، كنت مضطر أدفع 12,000 ريال عشان أخذ برنامج وطقطق عليه، طقطق عليه لأن ما عندي موارد تعليمية وشروحات فيديو وحتى كتب. أول كتاب دفعت فيه 500 ريال في جرير، كان راتبي 990، 10 ريال راحت مخالفة مرورية في جهة الملك فهد. دحين أنت عندك مؤسسات حول العالم تتصارع وتتنافس على تقديم محتوى تعليمي مجانا إليك، مجانا، كتب كاملة تتوفر مجانا أونلاين، البرامج اللي أدفع عليها 12,000، 12,000 هذه اشتراك سنوي مو مبلغ واحد أدفعه وخلاص يصير حقي. البرامج هذه دحين لها منافسين نفس الكفاءة وأحسن منها مجانا. لا تنتظر الفرص تجيك، احنا فعليا نشتغل على البرامج، نشتغل على توفير الفرص على أسرع شيء. أنا ما نمت من أمس ولسه قدامي مشوار إلى يوم الأحد ما حنام، عندي إشارات كثيرة لازم أسلمها، كله في تخصيص التدريب وفتحت الفرص. إن شاء الله حخلص وإن شاء الله حقدم لكم برامج يليق بكم ويفتح لكم مجالات، لكن لا تنتظروني. المستقبل ما ينتظر أحد، فرص ما ينتظر أحد، الشركات الأجنبية اللي جاية ما حتنتظر إحنا ننضج كسوق أو كريسورسز أو قطاع. حتخش وتأكل الأخضر واليابس، حتخش وتدور على الشركاء على الأرض، لا تنتظرنا. يعني نقول إن شاء الله تتم إقامة الدورات حتى ونفعل سنة بعد شهر شهرين ثلاث. يعطيك العافيه. السلام عليكم، انا سؤالي ايش الالعاب اللي راح تقدمونها بعدين؟
احنا ما احنا شركة ربحية بحتة، احنا من اهدافنا نحاول نقدم صورة نمطية إيجابية للعالم. احنا نحاول نوصل لأوسع شريحة وأكبر شريحة من المستخدمين والمتفرجين ومن اللاعبين. احنا كسعوديين الأنظار العالم تلتفت إلينا وتدور الزلة علينا. احنا لازم نقدم منتج يعرض القيم والعادات السعودية، لا يتعرض للسلبيات، يوصل للأعمار الصغيرة الأطفال إلى الكبيرة العوائل. فلا تتوقع مننا إراقة دم كثير، لا تتوقع مننا قصص عبيطة سلبية. إحنا عندنا ذخر وكنز تراثي قصصي تاريخي كبير في السعودية، نحاول أن نستسقي منها ونستلهم منها أفضل الأخلاق والقيم والقصص لننشرها للعالم. أكانت باتل رويال، فورتنايت أو ببجي، أكانت مغامرات سبايدر مان أو زلدا، أكانت لعبة جوال الغاز، أيا كانت حنحاول نقدم تجربة جديدة للعالم. ما أجبت سؤالك أعرف، بس قاعد أحكي والله جميل. أسئلة أخرى؟ تفضل. هل مستقبل يعني هل مستقبل راح يستقبلون منتجات بعض العرب والسعوديين القصص المصورة؟ اليوم منتجين عائلة وتشوفون سلسلة مثلا طويلة. مانجا كدور إنتاج استوديو عندنا حمل ثقيل إن نحاول نوصل للعالمية. بلا شك في مواهب فنية تستطيع من وراء مكتب رخيص وقلم رخيص أن تنتج قصة مصورة إبداعية لكن غير مصقولة. تشرفنا السنة هذه بإطلاق برنامج كادوكاوا من أعرق وأكبر بيوت إنتاج القصص المصورة في اليابان. أحضرناهم البرنامج تدريبي شهرين ونص في الرياض، استقطبنا أفضل المواهب التي شاركتنا، تعبت نفسها تعبي الاستبيانات وتقدم عمل عشان يعني نشرشحهم ونرشحهم، مو اللي جالس يلعب. وتشرفوا أنهم تخرجوا من البرنامج هذه، واللي مبدعين جدا قبل شهر أرسلناهم إلى ماليزيا إلى أيضا كوداكاوا الاستوديو الرئيسي حقهم لتدريب صيفي كامل. هذا بالنسبة للمانجا، لأننا نحاول إحنا نرفع من الجودة القصصية الرسومية، لأن عندنا مشاريع كبيرة نحتاج ننشرها للعالم. لكن أكرر، مانجا ما هي شركة ربحية. إحنا نحاول نأسس قطاع إبداعي في السعودية، نحاول نأسس دور إنتاج ورسم غيرنا. نتمنى لهم كل النجاح، نجاحهم نجاحنا، ما نعتبرهم منافسين. في مؤسسات أخرى في السعودية قطعت شوط كبير، أمس الليل زرناهم جرفنا فيهم، يستقطبوا الرسامين، يستقطبوا القصص ويمكنوهم من إنتاج قصص مصورة ويوفروا لهم منصة لنشر إبداعاتهم في الأسواق. إحنا ما إحنا الباب الوحيد اللي تطرقه، في غيرنا نتشرف فيهم. شكرا جزيلا لمهندسينا الأعزاء من شركة مانجا، نتقدم بخالص الشكر والتقدير، ويعني هدية بسيطة حابين نقدمها لكم.